من هو الكاتب المصري المعاصر مؤلف رواية سارقة الأرواح؟ الرواية دي جديدة، اتنشرت 2023، بتتكلم عن الأعباء اللي بيقابلها الموظفين بسبب الشركات والمؤسسات الرأسمالية والفساد الإداري. 19 ثانية يا يسري، إجابتك. أحمد عبد اللطيف. أحمد عبد اللطيف، يسري للأسف الشديد إجابة خاطئة. سؤال مش سهل، شكلك بتحاول تفتكر. مش هو يعني. مش هو صعب، مفيش إجابة. أربع اختيارات بزائد 10 وناقص 5: أمجد الصبان، يحيى صفوت، محمد إسماعيل، طارق إمام. أحمد أبو ضيف. أنت عارف دينا أبو سمرة قالت إيه؟ قالت يا ربي. أعتقد محمد إسماعيل. تالت ريسك تاخده وتالت مرة إجابة صحيحة. محمد إسماعيل، افتكرت الاسم، برافو عليك. 10 نقط مهمين جدا، 30 للأندلس، إيفرست 10. وعندنا سؤال في الأدب الأندلس.